سنتابع معكم توثيق الجزء الثاني من توثيقات باب كيسان. تم إعادة بناء أسوار مدينة دمشق حينما استولى الرومان عليها، وشرعوا في إعادة بناء جزء كبير من المدينة مرة أخرى، مضيفين لمساتهم الأثرية النموذجية، كما أنهم عززوا الجدران ومدوها إلى الخارج لتشمل مساحة أكبر من الجدران اليونانية أو الأرامية القديمة والتي نراها اليوم ماثلة للعيان في نهاية القرن العشرين. ونشاهد هنا سور مدينة دمشق في عام 1844 بريشة الرسام الاستشراقي والمؤرخ الفني الأمريكي ماينر كيلوغ. وعندما هاجم الفرس بلاد الروم عام 614 للميلاد، داهموا دمشق ودخلوها من باب كيسان وهدموا الباب وما حوله، ثم احتلوا مدينة القدس وسرقوا الصليب المقدس وأخذوه إلى عاصمتهم. وحزن المسلمون كثيرا لهزيمة الروم، وهم أصحاب كتاب سماوي مسيحي. أما الفرس فهم مجوس لا يؤمنون بوجود الله إلى اليوم. فنزلت سورة الروم كما جاء في القرآن الكريم والإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل عقب هزيمة الروم مباشرة، وقال الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ولله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. طبعا وبالفعل وبعد بضع سنين فقد حرر هرقل إمبراطور الروم كل المشرق من جديد من الفرس في عام 622، واستعاد الصليب المقدس وأعاد بناء ما هدمه الفرس في دمشق، ومنه هذا الباب، باب كيسان، باب زحل، باب ساترون. نعم. وعندما اعتنق الملك قسطنطين الديانة المسيحية الكاثوليكية اتخذ هذا الشعار رمزا له، وبقي هذا الشعار قائما منذ ذلك الوقت، ونراه اليوم على كثير من الأوابد المسيحية في الشرق، وعلى بوابة واجهة كنيسة القديس بولس الكاثوليكية اليوم عند باب كيسان. ومنذ العصور الوسطى كان ذكر هذه البوابة ملازما في روايات الرحلاء الغربيين الذين مروا وزاروا دمشق. وبالمقابل كان ذكر هذه البوابة متخفية في السجلات العربية، ولعل هذا كان ممنهجا لدرء الحملات الصليبية على بر الشام. وتم تجديد هذه البوابة بالفعل على أنها المكان الذي هرب منه القديس بولس من المدينة بواسطة سلة تم إنزالها من أعلى نافذة في جدار السور. وأول من ركز على ذكر باب كيسان باعتباره بوابة القديس بولس هو ماتيو باريس عام 1244 للميلاد. ومن المحتمل أن هذا الموقع في العصور الوسطى هو خلف بوابة الحي اليهودي الذي تم تشكيله بوضوح في ذلك الوقت. وبناء على الرواية الواردة في أعمال الرسل، كان على الرحالة المسيحيين تحديد سكان الحي مع أحفاد المجتمع اليهودي الذين اضطهدوا الرسول بولس وملاحقته ومن ثم إعدامه. أما تسميته باب كيسان فينسبها ابن عساكر كما أسلفنا إلى كيسان مولى معاوية ابن أبي سفيان، ويكنى بأبي حريز،
ثم يذكر على لسان محمد الكلبي أنه منسوب إلى كيسان مولى بشر بن عبادة بن حسان بن جابر بن قرط الكلبي. الدكتور قتيبة الشهابي نوه في كتابه أبواب دمشق وأحداثها التاريخية أنه من غير المعقول أن ينسب الباب إلى أحد الكيسائيين، يعني ولا ينسب إلى يزيد بن أبي سفيان، هو القائد الذي نزل على هذا الباب وليس كيسان يوم الفتح العربي. وكذلك شقيقه الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان، أو حتى إلى غيره من عظماء القوم والقادة في ذلك الوقت، يعني يوم فتحوا دمشق. وما أظن مقولة ابن عساكر إلا ضربا من ضروب التخمين الكيفي، لأنه هو نفسه لم يكن متأكدا من نسبة التسمية، وأما وإلا لما يعني ذكر النسبتين وكرر مقولة الآخرين دون ما تمحيص أو مناقشة، وأكد أنه كان مسدودا على زمانه. والاعتقاد أن اسم كيسان محرف عن قيسون، وهي كلمة سريانية تعني الطرف النهائي الأقصى، وهذا المعنى يفيد إما الحد الأقصى لعمائر المدينة أو الباب المتطرف، وفي هذه اللفظة ثلاثية إقلابات لغوية، أولها إقلاب القاف السريانية إلى كاف بالعربية تخفيفا لللفظ، وثانيهما إقلاب بين الصاد السريانية والسين العربية تخفيفا لللفظ، وثالثهما إقلاب بين حرفي العلة الواو السريانية والألف العربية، وهو أمر بديهي طبعا، ومثل هذه الإقلابات واردة وشائعة الصيد في اللغات القديمة. فانقلب الاسم من قيسون إلى كيسان. على كل حال على يعني نزل على هذا الباب يزيد بن أبي سفيان عند حصار العرب المسلمين لدمشق في سنة 414 للهجرة، إضافة إلى نزوله على الباب الصغير في نفس الوقت، كما نزل عليه بسام بن إبراهيم عند حصار العباسيين لدمشق. وقد حدثت لحظة حاسمة في تاريخ هذه البوابة بعد عدة قرون، كما جاء بتاريخ ابن القلانسي، عندما حاول الأمير الأتابكي نور الدين زنجي الاستيلاء على مدينة دمشق، والتي كانت تحت سيطرة أمراء السلاجقة عام 549، حين انطلقت قواته لمهاجمة شرقي المدينة من عدة نقاط. هذا ما جاء في ابن قلانسي تحقيق الدكتور سهيل زكار. وانسحب الدمشقيون أمام جيش نور الدين إلى محيط سور باب كيسان وحي الدباغين جنوبي المدينة، عندما ألقت امرأة يهودية من هذه المنطقة حبلا إلى جندي صعد الجدار وذهب لفتح الباب الكبير باب الباب الشرقي، وبهذا تم لنور الدين الاستيلاء على المدينة. إلى هنا وينتهي توثيق الجزء الثاني من توثيقات باب كيسان بدمشق. سنتابع معكم الجزء الثالث لتوثيق الباب. فإذا عجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفاً.